السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في رسالة جات لي على الخاص، هفرجك على الإيجابيات في مصر بعد كده، كفاية سلبيات، البلد بقت حلوة والناس معاها فلوس. تمام. طيب، سبب الرسالة دي إن الفترة اللي فاتت أنا يعني كنت بعمل نشر أو ريبوست أو شير لبوستات ليه اللي بيحصل في هدم القرافة، وسبب تسمية القرافة بهذا الاسم لان في قبيلة اسمها بني قرافة نزلت هناك لما فتحوا مصر. كان ابن خلكان بيقول القرافة قرفتان، الكبرى بظهر مصر والصغرى بظهر القاهرة، وبها قبر الامام الشافعي. فانا كنت مضايق جدا، ف يعني الناس بتقول لي لا البلد حلوة وجميلة وما تضايقش نفسك، وفي ايجابيات في البلد وكفاية سلبيات، والبلد بقت حلوة والناس معاها فلوس. انا بقرا الكلام بالنص زي ما هو مكتوب. طيب، خلينا نقول كلمة جميلة جدا نبتدي بيها، وهي كلمة الإمام علي بن أبي طالب: واستدل على ما لم يكن بما قد كان فإن الأمور أشبه. يعني استدل باللي حصل على هيحصل فإن الأمور أشبه. يعني في بعض المواقف مثلا الواحد بيقول كلام الناس تقول بيتنبأ بالمستقبل، سواء أنا وغيري، بس هو مش بيتنبأ بالمستقبل، هو إحنا قرينا في كتب التاريخ حاجات معينة قالت لنا إن هيحصل كذا، إن لازم هتحصل كذا، لازم. ليه؟ لأن هي دي سنن ربانية، في سنن ربانية وسنن اللي هي اللي إحنا بناخدها عن الرسول صلى الله عليه وسلم، إنما في سنة ربانية إن لما يحصل كذا هيحصل كذا. تمام؟ فبتبقى الأمور واضحة جدا. خلاص أنا عرفت إن هيحصل كذا، خلاص. مش تنبؤ بالغيب ولا أي حاجة خالص، هي مجرد قراية للتاريخ. ده سبب قراية التاريخ. اللي بيفرح باللي بيحصل دلوقتي اكيد اكيد ما قراش حاجه لاستاذنا جمال حمدان ولا دكتور عبد الوهاب المسيري ولا مصطفى محمود. الناس دي قرت بشكل حلو وقالت لنا، فيسروا لنا كتير جدا. وطبعا مقدمه ابن خلدون ومالك ابن نبي، ان في سنن ربانيه هتحصل، ان لو فضلنا على نفس الخط ده في حفره موجوده هنا في 20 عربيه وقعت فيها، واحنا هنبقى 21 وهيجي بعدنا 22 وهيجي بعد نفس المشاكل، نفس الحاجات. يعني نقول ايه بس؟ طيب، يعني مثلا في واحد برضو عمل حاجات رهيبه جدا، نيكولاي تشوشيسكو اللي هو بتاع رومانيا، اللي هو يعتبر الطاغيه والحاجات دي كلها، هو دمر الاقتصاد. عمل برضو اكبر مبنى في رومانيا، او اكبر مبنى في العالم، اسف، اكبر مبنى في العالم مسجل ان ده اكبر مبنى في العالم بالحجم الرهيب جدا، ومبنى البرلمان، وكان في هوتيلات جوه وفي حاجات جوه. يعني عمل ايه؟ عاصمه اداريه جديده، عشان اسهلها لكم، والعماره بتاعتها مميزه. تمام؟ يعني الطغاه بيعملوا عماره مميزه اللي هي العماره الشامله، اللي هو يبهر بها الشعب والشعب يحس بالحقاره بتاعته. ايه الحجم الكبير ده؟ دي كده اعمل سيرش على العماره الشامله، هتعرف ان انا مش بألف، ان دي موجوده فعلا حاجه اسمها العماره الشامله، ودي ملاحظ جدا. في هتلاقي حتى هتلر بنى حاجات زي كده. فاياميها برضو كانوا بيبعتوا لهم يقولوا لهم بصوا شوفوا ده اكبر حاجه. على فكره هتلر اللي يقرا الانجازات بتاعته انجازات رهيبه جدا، يعني نقل المانيا نقله جامده جدا. يعني احسن من كل النقلات اللي نقلها الرؤساء العرب، عمل حاجه رهيبه جدا في المانيا. يعني عملهم كانوا خارجين من الحرب العالميه الاولى خسرانين، عمل لهم حاجه رهيبه جدا. اي نعم دمرهم في الاخر. تمام؟ ليه؟ لان حصل عنده ان هو مش عايزهم يسمعوا كلام حد تاني غيري، انا بس اللي بفهم، مع انه عنده قطع عسكريين. هو لما شارك في الحرب كان عسكري عادي، ما ينفعش ان هو يفتي في الحرب. وبالنسبه للحرب، في كتاب اسمه فن الحرب لسان توزو. الكتاب ده من اكتر من 3000 سنه، وانا ترجمته العربيه وغيري ترجمه، يعني هو تم ترجمته اكتر مره، انا ترجمته وهو تقريبا 15 صفحه، انا شرحته في 1500 صفحه. تمام؟ الكتاب كان جميل جدا، فانا شرحته وسميته عون الرب في النهايه فن الحرب في 1500 صفحه. كان من ضمن المبادئ الرئيسيه اللي قالها من 3000 سنه، والكتاب ده حتى الان بيدرس، وناس كتير ذكروا ان هم قروه، وموجود في جامعات استراتيجيه كبيره جدا، و نابليون قراه، وناس كتير جدا جدا من الناس العظماء قروا الكتاب دوت واعتمد عليهم وغير حياتهم بشكل حلو قوي. كان من ضمن اللي هو حاجه الاساس اللي هو بيقولها، ما ينفعش الجيش يشتغل في الاقتصاد، ما ينفعش الجيش يمسك كذا،
الجيش مهمته ان هو يحمي البلد، ما يتدخلش في اي حاجه داخليه. كان لازم يبقى في حاجه اسمها فصل بين السلطات، وده اللي هنتكلم عنها بعد شويه. لكن هو بيقول ان ما ينفعش يتدخل في الزراعه. طب لو ما هو دخل في الزراعه وزاره الزراعه تاخد سلاح وتحارب على الحدود، ده كلامه، ما حدش يقول ان انا بقول الكلام ده، انا بقول لك كلام سانتوس، وروحوا مسكوه وخلوه يغير الاراء بتاعته. بس ده كلام سنتوزو اللي هو عمل كتاب فن الحرب، تمام. طيب اللي قرا الكتاب مثلا عن مصر لجمال حمدان او عبد الرحمن السوري يعرف ان مصر مش زي اي بلد، لكن الكيرف بتاعها بينزل. يعني عارف لما تكون في بلد وهي رقم 120 في التعليم، لكن في كيرف ان كل سنه بتتقدم على قبلها بمقارنه بالسنوات اللي فاتت، ممتاز، ما فيش مشكله، ان شاء الله احسن. في يعني في بتتطور، احنا للاسف بنتدهور. احنا كنا فين في التعليم، وبعد كده بقى 139 مثلا في التعليم. مثلا قطر رقم 5 تقريبا على مستوى العالم، والامارات رقم 10، واللي ماسك التعليم واللي ماسك سواء مدرسين او بيحطوا مناهج او كذا ما هو مصريين. يعني العيب مش من المصري، لا، العيب في مشكله في الاداره، في حاجه كارثه، في كارثه لازم نبقى واخدين بالنا ان في كارثه. احنا نفسنا مصر دي تبقى رقم واحد في العالم، ماشي. انا نفسي ابني يطلع هو رقم واحد مثلا في الكونفو، لكن هو ما بيلعبش كونفو. هو قصير، انا عشان نظر المدرسه اخليه يلعب كره سله غصب عنه وعن الناس كلها، وخليه يخرج يمثل البلد بتاعنا، ما هيتدرب 10 مرات ويخرج. يعني انت فاهمين الفكره؟ فسيبونا من كلام الاغاني اللي هو لا بياكل ولا كان خلانا كسبنا في حرب 73، في حرب 67. احنا اتصرنا في حرب 73، انسى اي كلام حد تاني يقوله لك، تمام. لكن ان انت اللي ضيعنا في 67 ان الجيش كان انقسامات وكله عمال يضرب في بعضه، وده عمال يعمل فريق وعمل فريق. لو بنقود اسمها ديت يعني فاتحين محل سوبر ماركت وفي التضارب ده، السوبر ماركت هيفلس، فما بالك ده جيش، تمام. طيب خلينا نشوف موضوع فصل السلطات كده سريعا، انا عايز اعمل فيديو كل نقطه كده في دقيقه، ما اطولش عليكم. لقيت كلام كتير، واحد يهودي اسرائيلي عايش في استراليا حاز على جيس نوبل بيقول لك اسرائيل هتتدمر. فدخلت ليه؟ ودخلت شفت الاخبار، انا يعني كنت دارس عبري زمان في الحزب الوطني، ماشي. ف ايه الاخبار؟ ده لقيت الجيش ممتنع تماما على الخدمه العسكريه، واضرابات واعتصامات، في كارثه عندهم. ايه الكارثه دي؟ قال لك اسرائيل هتنهار بسبب كارثه. لقيت الكارثه دي احنا عندنا من ايام جمال عبد الناصر، وكل شويه بتزيد، بتعمل مذابح كده معينه، مذابح عزل القضاء، اللي هو ان الجيش مشكله الاسرائيل اللي بيتكلم فيها ان نتنياهو عنده قضيه معينه، فهو عشان يمرر ويكمل والحزب بتاعه يكسب عايز يعمل قانون كده ان هو ايه ما يتحكمش، او ان يحيد سلطه القضاء شويه، فكله معترض. في حاجه اسمها فصل بين السلطات، احنا عندنا سلطه، عندنا السلطه التنفيذيه محدش بيقدر يقف قدامها. مصطلح وزاره سياديه ده يعني الباقي وزارات عبيديه، يعني مصطلح خطير. الموضوع لازم واقفه، احنا في فساد كتير، في فساد. طب يتحل ازاي؟ نبدا نحل. انا مش مع الفكر اللي هو الاخوان والتطرف وبتاع ان احنا نهد كله، لا، ممكن نبدا نصلح، او نبدا نحط كلنا في ايد بعض وهدفنا نصلح البلد، مفيش مشكله خالص. هل انا ضد كل المشاريع اللي بتحصل في البلد؟ لا ابدا، انا نشرت حاجات كتيره عن مشاريع حلوه في البلد، زي مثلا ابراج العالمين مثلا، وكذا مشروع تاني عجبني، وفي مشاريع في السعوديه شرطها، ومشروع في الامارات نشرتها، مشروع العين مثلا، مشروع ذا لاين مثلا كان في السعوديه اتكلمت عنه كذا محاضره، ان هو حاجه روعه والفكره بتاعته حلوه وهيقلل ثاني اكسيد الكربون وجميل جدا، وريت الناس تتبناه. لما شفنا المخططات لما دخلوا بقى في المرحله اللي بعد البريد ديزاين، دخلوا في الديزاين واكتشفنا ان هو ابراج طويله قوي، لا انا ما مش هطبل مشروع زباله، يعني بيقصدش كلمه زباله، لكن انا كان نفسي يبقى فيه مشروع 3 4 ادوار يبقى الموضوع معقول، انما بالابراج الكبيره دي جدا ده هيعمل مشاكل كتير جدا، ممكن نبقى نتكلم عنها في حلقه منفصله. ليه انا ضد فكره الابراج تماما؟ انت عندك الصحراء واسعه، ما توسع على نفسك وابني مسافات قليله، هتسهل لك كتير قوي، وما تعملش بلاج ازاز، وانت كل ما بتطلع فوق ما بتقدرش تفتح الشبابيك، قصه طويله مش عايز ايه ندخل فيها دلوقتي. طيب نقطه بقى، الناس معاها فلوس، تمام. هو دي اكبر مشكله، ان الناس قسمين، ده ممكن يعمل حرب اهليه، الناس معاها فلوس عايشه في الساحل الشمالي وهاسندا والحاجات دي كلها،
وناس مش لاقيه تاكل حرفيا. يعني واحد بياخد 1000 جنيه هيعيش قال له ازاي 10000 جنيه ما يكفوش. انا شغال في لجنه الزكاه والوضع خطير. يعني مش بتكلم سياسيا، انا ما ليش السياسه تمام، انا بتكلم انا راجل في لجنه الزكاه. الناس اللي كانت بتديني الزكاه عشان نديها للفقراء بقت دلوقتي تيجي تقول لنا اخوانا انا مش لاقي اكل، اكلوني، هاتوا حاجات من لجنه الزكاه. انا مش عايز اقول ارقام، لكن كان بيجي لنا مثلا عدد معين من الذبايح ما بقتش تيجي خالص تمام. الفقراء بيجوا توابير، طب انت بتعمل ايه؟ طيب ما انت بتشوف الناس بتدي الواحد ربع كيلو لحمه بينقط على الارض يقول لك انا بقالي سنه ما اكلتش. كان محمود السعداني ليه كتاب كده مصر من التاني، حاجه كده مصر من التاني. كان انا في كلام كتير غلط في الكتاب لان هو ما كانش في كلام ترخان، هو كان بيتكلم ضحك وهزار وكده، لكن من ضمن الكلام بيقوله قال لك انا مش هبص تاريخ مصر من ناحيه الرؤساء، و انا عايز ابص الحرافيش اللي تحت. انا راجل ببص الحرافيش اللي تحت، انا ماليش دعوه الممثله دي لابسه فستان بكام مليون ولا ده ولا ده بيتجوز بتاع، ما تفرقش، هو ده المعيار عندي. انا المعيار عندي الشعب المصري. لما باجي اشوف مثلا دخول العثمانيين والمماليك، على فكره المماليك مش مصريين، المماليك اتراك اصلا. يعني حتى الكتب اللي بتتكلم في الفتره دي يقول لك صراع العثمانيين والاتراك، المصريين ما لهمش علاقه بالصراع دوت. انا ببص على ظروف المصريين ساعتها كانت احسن ولا أسوأ تمام. جه كذا رئيس، الناس الفقراء العاديه الطبقه اللي تحت خالص اتحسنت ظروفهم ولا بقت أسوأ؟ ماليش دعوه ان بقى في ناس بقوا مليارات ربنا يزيدهم، انا بتكلم عن الناس اللي تحت خالص، اللي تحت تحت خط الفقر دي. انا ناس دخلت بيوتهم وعارفهم، يحسبهم جاهل، يحسبهم جاهل اغنياء من التعفف، لا يسالوا عن الناس. فدول اللي انا ببص لهم، انا شايفهم بعينيا وما بش بيفكر يعني يودي ابنه المدرسه ولا ياكل. فده تقول لي ناس معاها فلوس، ناس معاها فلوس ايه ازاي يعني؟ وانا ما بحبش اقعد اتكلم بقى، يعني ما دخلتش مثلا في موضوع سرقه ولا بتاع، بس اللي جنني موضوع الاثار اللي بتهدي ديت، لان دي مش هتقدر تعوضها. يعني لو فلوس سرقت نشتغل ونجيبها، طب الاثار، طب انا عايز كل سنه بنزل واروح الاماكن الاثريه وباخد اولادي معايا، ولما حد عايز يقابلني بقول له بدل ما اجي البيت او اجي لك البيت تعال نروح المتحف، تعال نروح شارع المعز، تعال نروح جامع عبد المعاص والسبع كنائس اللي جنبيه والمعبد اليهودي اللي هناك. دي كلها حاجات جزء من تاريخ مصر ما ينفعش تهد. يعني الاثار المصريه ما ينفعش تهد، المقابر ما ينفعش تهد، الحاجات دي كلها ما ينفعش تهد. انا مش بشير عشان الناس تتضايق، انا نفسي ببقى متضايق، لكن انا بشير يمكن حد بيفهم يقدر يوقف الهدم دوت. احنا عايزين نحافظ عليها مهما حصل، دي لازم تفضل الاجيال اللي جايه، عشان لما اجي احكي له حاجه اوري له مسجد السلطان حسن، اوري له الرفاعي، اوري له القلعه، اوديه يبقى عارف ايه اللي كان بيحصل في البلد ديت. ما حدش قال ان احنا نهدم المعابد اليهوديه اللي موجوده، لا لازم نحافظ عليها ونوريها للناس. المعابد الفرعونيه كل الحاجات دي لازم تفضل موجوده نورثها للي بعدينا. مصر مش بلد يعني بلد عاديه، ده العرب كلها بيبص لها باحترام، فاحنا المفروض ان احنا نبقى حريصين على كده، ولما نشوف غلط نشيله، لما نشوف الزباله نقول يا اخوانا في زباله هنا يلا نشيلها مع بعض. انا شاركت كتير جدا في تنظيف الشوارع بدون مقابل، بمشي في الشارع مجموعه نتفق ننزل ننظف الشارع اللي حوالينا. ما تتكلمنيش في كوبري ولا هنا ولا هنا الا لما اشوف الراجل في ده مش لاقي، يعني خلاص الراجل مكتفي واخد حقه وخلاص اعمل اللي انت عايزه. ان شاء الله تعمل لي ملاهي مائيه بمليارات ما دام الجعان بيعرف ياكل ويشرب خلاص. اتس اب تو يو، ما عنديش اي مشكله خالص. يعني مفيش حد يقعد يتكلم مع رئيس الامارات يقول له فين وفين ما دام شعبه بياكل خلاص، ما لناش احنا ندخل. اي دوله في العالم بيكفي شعبه والناس تبقى كويسين خلاص، لا ما لناش دعوه. بس انا بمشي في الشوارع في اماكن فقيره جدا وببقى شايف الموضوع بعيني، وبدخل بيوت وببقى شايف الحاجات بعيني. فما نقعدش بقى نتكلم ده عدد، هعمل فيديو بعد كده لشويه احصائيات كذب كذب كذب. انا عارف وعارف اللعبه جت منين تمام. هنعمل فيديو ان شاء الله ونشوف الكذب ازاي ان هو بيكذب على الشعب المصري. فلا احنا لازم نعرف ان مصر دي اول بلد تاريخيا وبلد ليها عظمه وبلد ليها تاريخ، ولازم نحافظ على التاريخ ونحافظ على الجغرافيا، ولازم نورث اولادنا حب البلد، ولازم نورثهم
كل حاجه احنا ورثناها من ابائنا واجدادنا يلاقوها، ما يجوش يلاقوها تهدد، انهم ده تهدد، تهدد ليه؟ عشان هنعمل طريق.